عشان نبتدي نفهم بقى نطلع السبيشال انفورميشن دي ازاي عشان اقدر الوكيت القيمه اللي جايه بتاعه الانتنسيتي دي بتاعه السيجنال دي تتحط فين في الصوره بالظبط. خلينا نتفق ان احنا نمشيها في 3 خطوات. الخطوه الاولانيه حاجه هنسميها سلايس سيلكشن. سلايس سيلكشن معناه ان انا هقسم الجسم بتاعي لمجموعه من السلايسز. اوكي، كل سلايس لو تخيلت ده بني ادم انا بصوره، هصور مجموعه من السلايسز كده، كل سلايس عباره عن حاجه سيكشن كده في الجسم واخد الجزء ده كله. اوكي، ولو بارتيكولر ثيكنس هنا. يبقى معنى كده يعني اول اختيار بتاعي ان انا هاو تو سيلكت ا سلايس وذين البيشنت. اوكي، وخلي بالنا البيشنت موجود هو كله في الايه، في البي زيرو ماجنتيك فيلد جريدينت. اوكي، انا عايز دلوقتي اختار السلايس دي بس هي دي اللي انا اتكلم معاها. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى وذين السلايس دي، السلايس دي طبعا لو احنا تخيلناها كده هي عباره اكنها مثلا سيكشن عامل زي مثلا القرص بتاع الجبنه الرومي مثلا. اوكي، فالقرص ده بيبقى فيري ثيك. اوكي، ويبقى برده هو جواه في يعني دايركشن ممكن اقول ان هو عباره عن بلين. اوكي، فمعنى كده انا محتاج جواه عايز احدد سيكشن معين جواه بقى نقطه معينه جواه، يبقى لازم اتكلم بقى على انكودنج في اتجاهين كمان. هسمي واحد فيهم فريكوانسي انكودنج وهسمي فيه واحد تاني هسميه الايه؟ الفيز انكودنج. بس احنا دلوقتي خلينا نعرف ازاي ان احنا نتكلم مع سلايس واحده في الجسم من غير ما نتكلم مع بقيه الجسم. فالفكره فيها كالاتي. لو انا دلوقتي بصيت على الارمر ايكويجن، الارمر ايكويجن دي اوميجا نوت بتساوي جاما بي زيرو. الايكويجن دي بتقول لي ان بيسكلي الفريكوانسي بتاعت البريسيشن او السيجنال اللي هتجيلي مفيش اي حاجه الناحيه الثانيه لها علاقه بالسبيس خالص. يعني البي زيرو دي يونيفورم في كل حته، يعني هي نفس الفاليو في كل حته. طب ازاي اخلي الايكويجن دي تخلي لي كل مكان في الزي دايركشن اوكي يبقى له قيمه مختلفه للارمر فريكوانسي؟ اوكي، دي بتحصل بان انا احط جريدينت في اتجاه الجي زي. وانس ان انا عملت كده بقى عندي الايكويجن بتاعتي دلوقتي اوميجا نوت اوف زي بتساوي جاما بي زيرو نفس الترم ده هو زائد جي زي في زي. بقى عندي دلوقتي كومبوننت زياده اوكي في الـ للماجنتيك فيلد بتاعي بتعتمد على الزي بتساوي كام، او هي نفسها فانكشن في الزي بطريقه لينير. اوكي، وانس ان انا خليت الايكويشن بالشكل ده كده بقت فانكشن في زي على طول. يبقى معنى كده البريسيشن فريكوانسي بتاعتي بتعتمد على قيمه الزي بتاعتي بتساوي كام، او قيمه المكان نفسه في اتجاه الزي بكام بالظبط. فمعنى كده انا ممكن اعمل حاجه لطيفه جدا، ممكن انا دلوقتي اختار رينج من الزي من مثلا مكان معين لمكان تاني، يعني من المكان ده مثلا للمكان ده، واشوف بعد كده الرينج دوت بيقابل ماجنتيك فيلد قد ايه، واشوف مقابل الكلام ده بريسيشن فريكوانسي قد ايه. يبقى معنى كده ده الرينج اوف لارمور فريكوانسيز اللي انا المفروض اتعامل معاها. فممكن ابعت ار اف بلس بالديزاير فريكوانسي رينج عشان اكسايت السلايس دي بس. لو انا فرضا يعني بتكلم على السلايس اللي قدامي دي، اوكي دي الفريكوانسي رينج بتاعها هو ده، يعني فريكوانسي رينج هو المكان ده كده وده الرينج بتاعي من 1.54 تي لغايه 1.55 تي، الكلام ده اضربه في جاما بعد كده عشان اجيب الاوميجا نوت. طب لو خدت بقى جاما اوميجا نوت المقابله ل 1.5 تي هلاقي انها بعيده عن دول. فمعنى كده ان انا لو عملت اكسايتيشن للفريكوانسيز دي بقيه الاجزاء الثانيه دي كلها مش هتتاثر خالص، مش هتبقى اكسايتد، لان انا كده بعت لارمر فريكوانسي مش بتاعتها. زي ما اتفقنا قبل كده كل واحد من السبينز هو تيوند على فريكوانسي معينه هي الارمر فريكوانسي بتاعته، بتاعت المكان اللي هو فيه. فمعنى كده لو انا بعت له الارمر فريكوانسي ثانيه او بتاعت سبينز في مكان تاني هو مش هيستجيب. فمعنى كده لو انا عملت حاجه بالشكل ده يبقى انا هيجي لي سيجنال بس من السلايس دي، بقيه الجسم كله من هنا ومن هنا مش هيجي لي منه اي حاجه خالص. فنفس الكلام هو انا دلوقتي هبعت ار اف بلس الفريكوانسي كونتنت بتاعها بيغطي لي الرينج بتاع الارمر فريكوانسيز اللي موجوده عندي في الايه؟ في الرينج بتاع الايه؟ في الرينج بتاع الماجنتيك فيلدز اللي هي جايه لي من الايه؟ من الجريد اللي انا حطيته دوت. فمعنى كده لو انا حطيت ار اف بلس بتغطي الرينج اوف فريكوانسي ده يبقى هو السلايس دي بس اللي هتبقى اكسايتد. فبالشكل ده انا اكشولي عملت ديزاين لطريقه علشان دلوقتي اكولكت داتا من مكان محدد او من يعني من سلايس عند زي محدده موجوده في الجسم.